في حال المحافظة استخدمت وسيلة والطرق القديمة من شهر عاشر لهذا الشهر، الشهر السادس اللي احنا حاليا به، وما اعطتنا كتاب غير هذا الكتب، راح ننتظر الى نطفي الشهر العادي يوم 4/7. اولا راح نطفي الذهب يوم 1/7، العادي راح يطفي 4/7 في حال عدم صدور الكتاب منصف لنا. هذا الاتفاق. فنرجو من السيد المحافظ إعادة النظر، واحنا حسب ما عرفنا من اخواننا بالمحافظة الجدول نزل ب 11 والتشغيل 24 ساعة الخط الذهبي والعادي ب 6000 تشغيل 7 ساعات. احنا على مر السنين نطالب بزيادة التسعيرة مو زيادة الساعات، لان احنا نخسر. اكو نقطة مهمة، ان يقولون صاحب المولدة يستلم غاز مجاني من الدولة، او بعبارة اخرى ان يقولون يستلم غاز مدعوم. يا اخي بالمحافظة لو يحسبها يطلب السيارة غاز، ما يعطيني غاز مثل ما يطلب السيارة، ده يعطيني غاز ب 400 دينار حالي اي مواطن. وبالموقف نفسه انا مساعده شايل حمل عن المواطن وعن الوزارة وعن المحافظة، يعني محافظ على محافظ كربلاء يطالب الوزارة بزيادة التجهيز وما يلبوا له. ليش يرجع علي انا بالمولدة وتعال لبي له وتشغل 12 ساعة و13 ساعة واخسر؟ خو امنت بالله، ظرف الوضع الحالي صعب مو مشكلة، احنا ساعدنا المواطن من شهر العاشر 2019 هذا الشهر بالمودي يخسر، يعني ب 2000 دينار، الامبير ب 2000 دينار، عنده عمال اثنين، هو عامل واحد ياخذ 500,000، عنده 600 امبير يجمع 1,200,000، يجمع مليون من جيبه حتى يسد الاغضاء الغرض مال المولده. فهذه الاسباب كلها. نعتذر من اخواننا المواطنين، نعتذر من اخواننا المواطنين على هذا التصرف وياهم، بس بعد ما عندنا طاقه ما عندنا حيل نخسر نجوبنا. لان انا اقول لك، انا حالي من حالك، انا مو موظف ولا انا مهندس ولا انا تاجر، انا رجال عندي مولده ابيع لك كهرباء اخذ منك فلوس حتى اعيش جهالي. من زيد الضغط علي اخسر شهر شهرين تلومني تقول لي ظرف استثناء وياكاني، بس انا خسارتي ترى مجحفه، خسارتي بالملايين. مولده تعطى لاصلح ملايين، 3 ملايين 4 ملايين، مين يعطيني اياها؟ زين السيد المحافظ مخلي الحظر ومسوى هاي الامور كلها، نقول ازمه ليستلمون رواتب، ليش ما يعاون المحافظ المواطن؟ ليش يرجع له بالمولده؟ ليش يعني هالتعامل ويانا؟ يعني 1400 نفر، 400 عائله، 4000 عائله العفو عيشتها على هالمولده. كل هذه الاسباب وهذه الظروف. بالاخير نرجع ونقول نعتذر للمواطن، اخواننا موجودين ممثلين على الاحياء، كل شخص ممثل عن حي راح يصير التواصل وياهم. احنا كرابطه هذا قرارنا النهائي يوم 1 بالشهر اطفاء الخط الذهبي، يوم 4 او يوم 5 بالتحديد نطفي.